هرجع مع حضراتكم مرة تانية. وزارة الداخلية عاملة عدة ندوات أو ورش عمل مهمة جدا، ودي من الحاجات سيادة الرئيس دايما بيتكلم عليها اللي هو الوعي. ازاي تعمل توعية لشباب الجامعات، للناس اللي بتشتغل في الجهاز الإداري والحكومي، عدة الوزارات المختلفة، على فكرة كيف يتم إسقاط دولة من جوه. يعني ازاي تشتغل عشان تسقط دولة من الداخل، مش الخارج، لا من داخل هذه الدولة. ازاي تسقطها؟ بإيه؟ ايه حروب الجيل الرابع؟ شائعات رقم واحد، استخدام وسائل اعلام لترويج شائعات واكاذيب، مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيتم ادارتها، منصات الكترونيه تدار لاسقاط دوله بعينها، طبعا في فلوس بتتم انفاقها. واحنا شفنا بالمناسبه هذا الامر على مدار السبع ثمان سنين اللي فاتوا، يعني شفناه كلنا وتابعناه كلنا حضراتكم، واحنا كنا بنطلع كل يوم نتكلم، نوريكم فيديوهات ونطلع لكم الناس اللي بيروجوا شائعات واللي بيفبركوا واللي بيجتزئوا كلام مسؤولين او حتى في الاعلام ويركبوه على بعضه كده، ويقول لك فلان قال وفلان قال، وهو فلان ما يكونش قال، بس هو ياخد لك فيديوهات ويركب جمل على بعضها عشان تطلع الصوره كانه فلان قال، ويجيب حاجات مثلا من سنوات تروح حاططها لك كانها دلوقتي. هو ده فكره ازاي اولا بتهز مصداقيه، بتروج شائعه، تقول انه تروح عامل مثلا تاخد فلان قال وهو ما قالش اصلا، وتروح حطه على صفحه من الصفحات ويقول لك الصفحه دي فلان قال، ما قالش الكلام ده. طبعا على بال ما تطلع وتنفي وتاخد بقى الشائعات، ايه الناس تحب تشوف الحاجات الصعبه، فيكون بقى خد بقى مساره اللي هم عايزينه، في حين يكون كله كلام غلط، اصلا ما يكون الكلام ده ما اتقالش نهائي. فالداخليه عامله عده ورش حوالين مخططات اسقاط الدول من الداخل وبس الشائعات. طبعا هدف الكلام ده عمليه رفع للوعي للجهاز الاداري، للمؤسسات، للناس، الجامعات واولادنا وشبابنا، الوزارات، ربما سبع ثمان وزارات في اكاديميه الشرطه على عده ايام استضافوا زي ما قدام حضراتكم اهو الوزارات المختلفه، عمل توعيه ازاي نواجه هذا الامر، ازاي نواجه حروب الجيل الرابع او حتى الجيل الخامس، اوجهها ازاي بالمعلومات الحقيقيه والصحيحه، ووضح للراي العام، ووضح للناس، ووضح للوزارات المختلفه، عشان بنلاقي في الوزارات ديت بعض منها طبعا بيبقى عندهم بعض العناصر، ما انت لسه لم تقم بتطهير الجهاز الاداري والحكومي والمؤسسات من العناصر الدخيله او الاخوانيه او الارهابيه او الناس اللي بيتم استخدامهم انهم بيطلقوا شائعات داخل هذه الاجهزه، داخل هذه المؤسسات، داخل هذه الوزارات، يروج شائع يقول لك الحق انت رايح العاصمه فانت مش هتبقى موجود، هيرفدوك. وطبعا ده امر غير صحيح، رايح العاصمه ولكن انت كمان موجود، مش هستغنى عنك، وهكذا. فتبدا يعمل حاله ذعر للناس اللي موجوده داخل هذه الوزارات والجهاز الاداري، فيعمل حاله قلق، يصدر لك مشكله وهي اصلا مش موجوده ولكن هو يتم ايه استخدامها، يطلع بره قاعد في دول بعينها يستخدم وسائل الاعلام بتاعته، الاذرع الاعلاميه بتاعت قنوات الارهاب، يطلع شائعات على البلد ليل ونهار، على المسؤولين ليل ونهار. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ من خلال الاعلام ولكن كمان احصن الناس اللي بيشتغلوا في مؤسسات البلد والجهاز الاداري والوزارات، وايضا احصن شباب الجامعات، واحصن كل الشباب بالمناسبه، مش الجامعات بس، كل الشباب لازم احصنه من الحرب اللي تدار ضد مصر. وانا اقول له خلي بالك هيشتغل عليك كذا، خلي بالك هو بيروج هذه، واجيب له الشائعات. ليس ده مشكله ان انا اجيب الشائعات واصدرها للناس. بص لما قال، فاكر قناه السويس لما قال لك ده فنكوش، اقول له اجيب له لما هو قال انا فنكوش وعرضها، ووريه قناه السويس النهارده اللي بيعدي منها الاسبوع اللي فات في يوم واحد 87 سفينه في يوم واحد، لم تحدث في التاريخ 87 سفينه بيعدوا في يوم واحد، فاقول له شوف اللي بيقول لك عليه فنكوش عشان ما تعملهاش، بس انا بهز ثقتك ببلدك وبقيادتك. لما قال هنعمل القناه عشان القناه دي تبقى موجوده توفر لنا قد ايه الوقت وكمان تساعد على الدخل، شوف الدخل كان كام 2014، النهارده بقى كام؟ داخلين على 6 مليار دولار سنويا، كنا بنتكلم الاول 3 مليار 4 مليار 5 مليار، يبقى في زياده عندي؟ في زياده. يبقى انت هل اللي قال عليه فنكوش هو فنكوش حق صح ولا هو قال اكاذيب عشان يخليك
تتشكك في اي شيء بتعمله البلد. طيب لما عملنا محطات الكهرباء وقلنا المحطات دي هتوفر احتياجاتنا وهنصدر منها، لما اتعملت محطات قال لك لا لا ده بيروجوا لكم شائعات او اللي اتعمل ده غير حقيقي. طب عرفت انه حقيقي ولا لا؟ بقى عندك النهارده كام الف واط زياده، بقدر اصدر كهرباء النهارده احتياجات الحمد لله. والامر الثاني بعمل خط ربط مع السعوديه ومع دول الخليج ومع الاردن ومع العراق ومع سوريا، واعمل مع قبرص ومع اليونان واروح دول اوروبا. يبقى كل اللي انت هات له الشائعات اللي هم اطلقوها وريه الحقيقه، يعني قول له قال اهو. طب انت النهارده شايف الموضوع ده ازاي؟ فاكر لما اتكلمت على مشروع القومي للطرق؟ انا هكلمك على حاجه واحده عشان اعرض عليكم الفيديو. هات له لما اتقال ان المشروع ده مش هيوفر اي وقت وبالعكس فلوس مرميه، طب المشروع ده كلنا النهارده بنستخدمه، وفر لنا وقت قد ايه وجهد قد ايه، وكمان قلل عدد الحوادث وعدد الاصابات وعدد الوفيات بالارقام. لسه معانا جهاز المركزي للتعبئة العامة اللي حصل الاسبوع اللي فات بيتكلم بالارقام يوم الاربعاء اللي فات. وفر اقل حاجه حميت ارواح 3000 واحد. يبقى تقول له انا عملت، لما عملت ده كان عندي الفكره دي، اوفر جهد ووقت وحتى استهلاك الوقود، وقبل كل دول البني ادمين ارواح الناس انا بحميها بهذه المحاور والطرق اللي اتعملت من خلال ارقام دقيقه. كل ده يرد على الشائعات ويرفع وعي الناس، وتبقى متمسك ببلدك وتعرف ان البلد لما بتعمل حاجه بتعملها عشان الناس. لما المليون ونص فدان وسياده الرئيس اتكلم عليهم في الفورم قال لك ولا هيبقى فيه ولا متر. عندنا النهارده الرئيس الريف المصري اللي هو عمرو ابو هاب بيتكلمنا على 1,250,000 فدان من 1.5 مليون فدان. حقائق بنتكلم عليها، مش بنتكلم على شائعات، بنتكلم على حقائق. الدوله ما قالتش حاجه اللي هو بتعملها ولا حاجة، وأنا بقول لك ولا حاجة. من 2014 الشغل اللي الدولة بتتكلم عليه بيتعمل بحقائق مش بشائعات وأكاذيب بتاعة التنظيمات الإرهابية، ولكن هو الجيل الرابع والحروب يستهدف عقول الناس كلها، مش الشباب، عقول الشعب كله. عشان كده نعمل مواجهة من خلال التوعية اللي بتقوم بها وزارة الداخلية، واللي أنا بحييهم كمان على هذا الجهد الكبير جدا، ورش العمل الكبيرة جدا، لأن دي بداية حقيقية بندي منها مواجهة مخططات إسقاط الدول من الداخل. ودايما سيادة الرئيس يقول لحضراتكم إيه؟ مالكوش علاقة باللي خارج، خليكم علاقتكم الوحيدة جوه، أنا قلقي كله من الداخل، أنتوا تبقوا مع بعض كده، دايما يقولها الرئيس، ما تقلقوش. فيبقى إحنا هدفنا نبقى مع بعض كده وما نبقاش قلقانين على أي حاجة، نتابع وزارة الداخلية. فتح آفاق جديدة لمواجهة حروب الجيل الرابع والتي تعتمد على بث الشائعات لإسقاط الدول من الداخل هو الهدف من عقد وزارة الداخلية لعدد من ورش العمل تحت عنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها، بمشاركة قيادات العمل الإداري بوزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والسياحة والآثار والتجارة والصناعة، وعقدت بأكاديمية الشرطة. بتعمل وزارة الداخلية على تنظيم برنامج توعوي متكامل بيستهدف العاملين في القطاع الحكومي، بتهدف منه وزارة الداخلية إلى تبادل الخبرات ومشاركة الخبرات مع مختلف الوزارات عشان يعني نعمق ونعزز الفكر الخاص بمواجهة كل الأفكار الهدامة. وتهدف الورش إلى توعية العاملين بالجهاز الإداري بمخاطر الشائعات وتأثيرها على وحدة وتماسك المجتمع ورفع الوعي لديهم للتصدي لها ومواجهتها، مع التأكيد على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة. لازم يحصل تبصير للناس وتصحيح للوعي عندهم، لأن هم عرضة للسوشيال ميديا والإعلام والأخبار الكاذبة اللي ممكن تيجي من أي مصادر إعلامية، فبالتالي مش عارف الصح إيه. فكان دور مهم جدا لوزارة الداخلية إن هي تشتغل على وعي الناس. نشكر وزارة الداخلية جدا وبنهيب بها إنها الاستمرار في إقامة مثل هذه الدورات التوعوية لإتاحة الفرصة لجميع العاملين بالدولة لمعرفة المخططات التي قد تحاك ضد الدولة. وتأتي الورش في إطار الأهمية التي توليها وزارة الداخلية لمواجهة الحروب غير النمطية والشائعات، باعتبارها جرائم تهدد الأمن القومي وتعوق حركة البناء والاستقرار،
حيث أسهمت تلك الشائعات في إسقاط دول تحتاج إلى سنوات وسنوات لتعود كما كانت. بدأنا نتعرف على حاجات إحنا كنا بنتفرج عليها في السوشيال ميديا وبنشوفها في الإعلام، لكن ما كناش على دراية كاملة إيه هي حروب الجيل الرابع وإيه هي المخططات وإزاي التوجهات الناس بتعمل فساد جوه الجهات الحكومية علشان يؤدي ده لإسقاط الدولة. في مفاهيم كتيرة ما كانتش واضحة ليا، أنا ابتديت يعني أصححها وابتديت يعني أتعلم كتير من خلال الورشة ديت من بعض القيادات في وزارة الداخلية، وإن شاء الله من خلالها برضو أفيد زمايلي في العمل. كما أتاحت وزارة الداخلية الفرصة لطلبة الجامعات لحضور هذه الورش لتبصيرهم بخطورة حروب الجيل الرابع باعتبارهم أكثر فئات المجتمع عرضة للشائعات في ظل استخدامهم الموسع لمواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات، وبالتالي تحصينهم فكرياً ضد محاولات استهدافهم بالشائعات الهدامة. نظرتي لكل بوست على الفيس أو على مواقع التواصل الاجتماعي اتغير بشكل كبير جداً، بقى عندي اتساع أكتر، أنا ممكن أبص في كذا موقع أدور على الحقيقة، أعرف كل حاجة وأوصل الحقيقة بنفسي، ما أسمعش من حد تاني. وسائل التواصل الاجتماعي دي أخطر سلاح دلوقتي بيتعامل بيه، يعني بيتحارب بيه دول وبيتقع بيه دول. مطلوب مننا نطلع نفيد أكتر عدد ممكن من الناس، سواء عن طريق أسرتنا، أصحابنا، زمايلنا في الجامعة، كل ده بحيث إن إحنا نقدر نفيد الناس دي بإننا ننهض بالمجتمع، بإننا نبدأ ما نصدقش الإشاعات دي، نبدأ كلنا بإيد واحدة في إن إحنا نحقق هدف واحد. التوسع في عقد هذه الورش يأتي من منطلق إيمان وطني راسخ من وزارة الداخلية بأهمية المواجهة الفاعلة لمحاولات التشكيك في الثوابت الوطنية والإنجازات المتسارعة التي تشهدها البلاد، وبهدف تحسين الفكر ورفع الوعي لدى المواطنين للرد على مثل تلك الشائعات والحفاظ على دولة ثابتة بنسيجها الاجتماعي القوي.